للسادة المشاهدين اللي بيتابعونا عبر صباح الشروق، وننتقل لوحدة من الآداء الجميلة اللي فيها رياضة عالية جدا. لما نتكلم عن النجارة يبقى معناها بنتكلم عن تاريخه، بنتكلم عن واحدة من الآلات الجميلة اللي ممكن تطربنا وتسمعنا وبتكون مختلفة. لكن تحية من خلالنا الصباح لكل البقارة في كل مكان. خلينا نشوف تقرير عن النجارة ونرجع نستكمل ما تبقى من صباح الشروق. النجارة إحدى الرقصات الشعبية لبعض القبائل العربية التي تقطن أجزاء واسعة من جنوب كردفان. من أهم تلك القبائل وأكبرها قبائل المسيرية والحوازمة الرعويتين، ولكل من القبيلتين إيقاعه في الضرب على النجارة. وما يميز إيقاع النجارة عند قبيلة المسيرية سرعة إيقاعها، وتضرب النجارة عند هاتين القبيلتين لعدة أسباب غير الرقص، وتعتبر إحدى وسائل الإعلام الشعبي وأداة من أدوات التواصل الاجتماعي. الشاهد هنا أن رقصة الكرن النوبية الأصل والمنشأ يؤديها معظم سكان مدينة كيلك. هذا التمازج الإثني شكل بدوره مجتمعا متكاملا رغم تعدده العرقي والقبلي، متجاوزا الانتماء إلى القبيلة. تأتي الأغنية عند القبائل هنا متأثرة بالبيئة التي تعيش فيها الشاعرة أو المغنية، والتي تعرف محليا بالحكامة وحسب تفاعلها مع الأوضاع عامة حتى السياسية، وتلقي بظلالها على المجتمع برمته. وتعد الحكامة وأشعارها وأغنياتها عند القبائل العربية والنوبية في جنوب كردفان مصدرا للآراء والأحكام، كما أنها إحدى وسائل الضبط الاجتماعي عندما ترسل عبر أغنياتها وأشعارها رسائل لا يمكن أن يتجاهلها المجتمع. إفراد مساحة للأطفال للدخول إلى ميدان اللعبة فرصة لتدريبهم وإكسابهم المهارة الكافية للحفاظ على التراث القبلي، وقد يساعدهم هذا على إنتاج جيل يجيد فن الرقص الشعبي لكل قبيلة. الصور المتعددة لمظاهر الفنون الشعبية المستوحاة من وحي الطبيعة تستمد قوة بقائها من ارتباط الناس ببعضهم البعض مع اختلاف أعمارهم وأعراقهم.